أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: في بعض المساجد يأتي صاحب البضاعة للبيع أمام المسجد وذلك قبل الفريضة فيبيع ويشتري، فهل هذا حرام؟ إذا أذن المؤذن للجمعة حرام، نعم، يغطي بسطته ويدخل يصلي. أو أقيمت الصلاة لغير الجمعة، يغطي بسطته ويدخل، ولا يجوز له يبيع ويشتري والناس يصلون، نعم.